محمد سلامة من المنوفية، أهلا يا محمد. مساء الخير يا أستاذ خير. مساء الخير يا محمد. أستاذ خير، إحنا حاليا متواجدين بمحافظة المنوفية شبين الكوم تحديدا، ونحن الآن داخل لجنة الفرز باستاد شبين الكوم الرياضي. في الحقيقة أستاذ خيري الوضع كان يحتاج إلى تنظيم أكثر من ذلك في عملية دخول الصناديق إلى داخل الاستاد لإتمام عملية الفرز، ولكن أستطيع أن أقول لك أكثر من ذلك أن كان هناك بالفعل سوء تنظيم مبالغ فيه في عملية دخول الصناديق. الاستاد لا يبعد عن لجان الانتخاب أكثر من 10 دقائق، ولكن الفرز لم يبدأ إلا من نصف ساعة تقريبا، ازدحام الأبواب المؤدية إلى الاستاد ولجنة الصناديق تدخل مرة واحدة السيارة. المشكلة تفضل، في مشكلة تقنية علشان الجهاز حديث اللي بننقل من خلاله، لما بقى في تجمع كبير مع موبايلات وخلافه بيأثر على الإرسال. خلينا نشوف مراسلنا عمر الشيخ في بني سويف. أهلا يا عمر، إزيك؟ تفضل. تفضل يا عمر، اضغط الاربيس قوي. يلا يلا يا ابني بقى، الحديد ولا الحديد على الهوا مباشره. يلا يا ابني يا ابني تمام. لا واضح ان عمر مستمعني، واضح ان في مشكله في الصوت. طيب لحد ما نوصل لهم تاني، انا بس عايز اقول ملاحظه على حكايه الفضاء. اتفضل. اللي انا لاحظته من الصوره ان مفيش علامه تقول ان ده قاضي. يعني انا ما دخلت انتخبت، واعتقد لما كلنا دخلنا انتخبنا ما فيش ما يرشي. لا القاضي بيقعد على جنب الواحد يعني بيتعامل مع الموظفين، بيبان يعني يمكن من اناقته سمته يعني وابتسامته وهدوءه يعني، لكن ليس هناك اي حاجه تشير ان انا قدام قاضي. ده يمكن اللي عمل الربكه. طب شايف هنا حتى اللي جاني الفرز مش القاضي بس، مين اللي واقفين دول كلهم؟ يعني لحد عليه ما شايل علامه ولا شايل كارنيه؟ يعني المفروض ان انت عندك مثلا يجب ان تكون هناك الوان معينه في مثل هذا الامر. لما بتدخل مؤتمر بيبقى الصحفيين لهم لون معين، والرؤساء لهم لون، والوزراء لهم لون. انا بعتقد ان احد المشاكل اللي تسببت في اضطراب الضباط مع القضاء ان الضابط مش عارف ده مين، يمكن مش عارف ده مين، يعني مش عارف كان ده ان كان قاضي ولا مرشح ولا موقع. الصندوق متشال من القاضي ومن وجود ناس تانيين. بعتقد يمكن مرحليا يمكن لو عملنا ما يميز القاضي، ولو حتى يعني بحاجه باينه على صدره كده، بادج او حاجه، بادج واضح، يمكن ده يخفف شويه من الصندوق. انا قاضي بعت لي اقتراح بيقول لك ان يجب الاستعانه بشركات متخصصه في تنظيم المؤتمرات، تنظم الاعمال الاداريه، يتفرغ القاضي فقط للاشراف لان مش في خبرتهم التنظيم ولا النقل ولا الكلام ده مش شغله يعني، وان يتم الاستعانه بطلبه الجامعه لمعاونه القضاه بدلا من الموظفين ليكسبهم خبرات وبتديهم فلوس. انا مش عايز اقول لك يمكن كتير من الساده او معظمهم ما شافش الفرز بيحصل في ايه. القضاه من اول بري الاقلام والقعاد على الشيت وتجميع الخمسات اللي هي الحزم، وفي مساله تانية يمكن ناس كتير ما ياخدوش بالهم منها، الجهاز القضائي ما بيجي بيعمل حصر في الاخر، يعني اللجنه العامه وهي بتعد الاوراق بتستعين بمين؟ هو مش بتوع احصاء، ما بيعرفوش يعملوا جمع على مكتب. ياسمين توفيق الارسال هيقع في امبابه. طب خلي اقول لك لا امبابه مهم. اهلا ياسمين اتفضلي. ياسمين كلهم مش سامعين النهارده ولا ايه؟ ايوه يا استاذ خيري، انا بكلم حضرتك من مركز شباب امبابه. احنا بنحاول ندخل من بدري جدا من بعد الفرز ما خلص تقريبا بساعه بعد المشاكل كانت حصلت في المدرسه. اول عربيه نص نقل دخلت بالصناديق كانت الساعه 9 الا 5، دي اول عربيه دخلت. اول عربيه خرجت من المدرسه فاضيه كانت الساعه 10 الا 10 بالظبط، 10 تقريبا
دلوقتي لغايه دلوقتي الصناديق لسه بتدخل في طبعا عدم نظام واضح. الناس كلها متضايقه جدا سواء انه الموظفين اللجان او سواء المستشارين. اللخبطه والمشكله في التنظيم ما بقتش مقتصره بس على العدد القليل من الترابيزات ومن الكراسي زي في المرحله الاولى اللي هم حاولوا المره دي يتفادوها، ومع ذلك برضو العدد مختلف تماما عن ما هو متوفر حتى الان. لكن المشكلة أكبر من كده إن الصناديق دخلت بشكل مش المفروض تدخل بيه، بما إنها داخلة على عربيات نص نقل. هو المفروض الدقي والعجوزة وإمبابة بيتفرزوا هنا، والعربيات بتدخل من باب واحد، والباب الواحد ده صغير جدا، والمركز مركز شباب عشان نخش مركز شباب إمبابة موجود جوه كذا شارع جانبي من إمبابة، فالدخول ليه لازم بعربية عربية أو نص نقل نص نقل مع وجود الناس اللي في الشارع. فكانت عملية مستحيلة، الناس داخلة متضايقة جدا، كل الناس متأففين جدا لأن الموضوع مش سهل، مع إن طبعا إن دي الفترة اللي محتاجة تركيز ودقة بشكل قوي. دلوقتي اخر حاجه حصلت تقريبا بقالها ربع ساعه ان اللجنه العليا للفرز دلوقتي طلعوا قرار ان الفرز هيتوقف نهائيا لغايه ما يجي مدير الامن وقوات الشرطه علشان اللي بيحصل ده يقف باي شكل من الاشكال. المستشارين عندهم مشاكل كتير ومتضايقين جدا، وهم بيفكروا يسيبوا الصناديق بس طبعا بعد ما ياخدوا خطواتهم القانونيه. واحنا معانا سياده المستشار، اتفضل. اتعرف بحضرتك محمد عبد الظاهر، قاضي محكمه جنوب القاهره. المشكله بدات من فين وايه هي عباره عن مشكله؟ المشكله في سوء التخطيط اللي حصل لما ورينا بيه بالمرحله الاولى، كان المفروض انه يعالج في المرحله الثانيه، ولكن نفس الاخطاء تكرر. مفيش اعتبارات لحجم الصناديق اللي جايه، المكان غير مناسب بالمره، مفيش تنظيم، مفيش امن. وصلت لمرحله ان ضباط الجيش بيعتدوا على القضاء. المنظر هو ده منظر يستحيل الفرز معاه تماما. احنا جينا على نفسنا كتير جدا وتحملنا كثيرا جدا عشان تنجح الانتخابات، ولكن سوء التنظيم وصل لمرحله الواحد يشك فيه ان في مؤامره لافشال الانتخابات. هم عايزيننا نسيب الانتخابات ديت ونمشي. احنا متماسكين الى اخر، جينا على نفسنا وتهنى بس والى الان متماسكين، ولكن اذا الامور استمرت بهذا الشكل انا اشهد الشعب المصري جميعا على ما يحدث لقضاة مصر. طيب انا عايزه اعرف دلوقتي هي مشكله الصناديق اللي دخلت ده مبدئيا، حضرتك شايف ان هي دخلت بشكل مؤمن؟ حضرتك مطمن على الصناديق اللي دخلت؟ من ناحيه الصناديق ما فيش اي مشاكل، كلها متحرزه وكلها تحت اشراف رئيس اللجنه الفرعيه صاحب شايف الصناديق بتدخل من كل البيبان وبالاشكال عامله محرزه، كلها محرزه، واذا كان في اي تلاعب في الاحراز رئيس اللجنه بيلغي الصندوق فورا. الى الان ما فيش مشكله تنال من مصداقيه الانتخابات، مشكله تنظيميه، مشكله تعمد اهانه للقضاه. دي اكبر مشكله اللي الواحد يخلي الواحد يشك في ان الموضوع مش في حسن نيه ابدا. خطتكم ايه كمستشارين؟ انا شايفاكم بتتفقوا على ايه الخطوات القانونيه اللي تقدروا تعملوها عشان تحافظوا برضو على نزاهه الانتخابات؟ ايه اللي ممكن تقدروا تعملوه؟ اذا الوضع ما اتحسنش حالا دلوقتي الفرز في الظروف ديت يكاد يكون مستحيل. هنشوف نجهز، نكلف القوات المسلحه تجهز لنا مكان مؤمن كبير نوضع فيه جميع الصناديق ويتم تحريزها تحت اشرافنا، بحيث ان هو نفض الفوضى ديت، وبعد كده نعيد تنظيمها ونعيد الفرز بعد ما نودع الصناديق في مكان مؤمن، بحيث ان هو ان شاء الله الانتخابات ما تلغاش. احنا يهمنا في الاول والاخر مصلحه مصر الانتخابات دي تستمر. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا. استاذ خيري، هي دي تقريبا اخر المستجدات. الدنيا طبعا زي ما حضرتك شايف وهننقل لكم اكتر. هو المساحه كبيره جدا بس ما زالت مش متوافقه ابدا مع كميات اللجان والافراد اللي داخلين والصناديق اللي بتدخل لغايه دلوقتي باشكال غريبه ومن كل البيبان. هي مؤمنه وهو الواحد يقول الحق، هو فعلا الجيش متواجد بكثره، العربيات النص نقل اللي داخله محمله بالشرطه وبالجيش بشكل قوي جدا عشان الواحد يبقى بين الصراحه، ولكن عدم تنظيم عمره ما حصل. واعتقد ان هو فاق المرحله اللي احنا كنا موجودين في المرحله اللي هو مركز شباب الجزيره، ما فيش مقارنه، الهرجله فوق العادي لدرجه ان اللجنه وقفت الفرز، ولما بيبقى في حد بيفرز ما زال لغايه دلوقتي فوق الاوضه بيزعقوا ان ما يحصلش فرز، ما زال الصناديق بتتفتح وما زال الفرز شغال، مع ان المفروض في قرار واضح ان ده يحصل بقاله تقريبا دلوقتي نص ساعه. شكرا ياسمين، خلي بالك من نفسك، انا خايف عليكي. بشكرك على جهدك وعلى شغلك، انت من الصبح في الشارع وبتعملي حوارات محترمه جدا، خلي بالك من نفسك في هذا الزحام والاضطراب، ربنا يطمن عليكي.